مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم باول حلقه من برنامجكم وش صاير. معي انا نواف التميمي. ضيفنا اليوم هو نجم من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، ظهوره متميز ومختلف، وهو ايقونه من ايقونات سناب شات. ايش رايكم نتعرف على ضيفنا اليوم؟ فيصل يامي هو ضيفنا اليوم في برنامج وش صاير. مساك الله بالخير فيصل. مساك الله بالنور. يلا حيا، يشرفني والله اني معكم اليوم في البرنامج هذا الجميل واللطيف. نورتنا والله حبيبي. الله ينور عليك. ترى ناويين نبدا على خفيف ونسخن شوي بالاسئله على ما ننزل على الاسئله شوي صعب. انا والله اني يعني وانا جاي في الطريق اني مخروش، ولكني مطمن انك يعني خوي يعني. لا ما انا اوكي خويك برا، بس في ما في بعد هنا ابدا ابدا. اجل الله يعيننا. جاهز؟ الله يعيننا. يلا جاهز؟ طيب جاهز. يلا طبعا لازم نسخن. طبعا سؤال مع سؤال. خذ راحتك. طيب فيصل، طبعا صاير معك الفترة الأخيرة تغيرات كثيرة، أول شيء هاشتاقات، ناس يحاربون كثير، تغير في أخوياك، تغير في سناباتك، يعني تغير جذري عن الشهور السابقة والسنوات السابقة. طيب أول شيء الحمد لله فيصل هو فيصل، يعني ما تغير الحمد لله، ولكن في حاجات كثير تصير من حوله، فالشيء اللي إذا تغير على فيصل، فيصل لازم يشيله من حياته. يعني في ناس يحاربونك من أخوياك؟ لا، خلنا عشان حنا ما ندخل في الموضوع هذا. أخوياي هم سندي في كل شيء، ما أنسى هذه، لكن ما أحطها في أخوياي كلهم. لا، ممكن يجيك واحد، يجيك اثنين، ثلاثة، هذول أبعد عنهم عشان ترتاح نفسيا. جاتك صدمات يعني؟ خلني ساكت في الموضوع ذا. موضوع إن هاشتاقات وذا، والله ما عمري تهاشتقت في حياتي الا مره واحده يوم رحت كروز. نتكلم فيها، خلى نهايه الاسئله. طيب نخليها في نهايه مساله اللي نرجع لموضوع اخوياي. لا والله بالعكس، انا اخوياي هم اللي انا شاد فيهم مظهري ونجاحي بعد الله سبحانه، هم اخوياي. طيب الاعلانات بعد جائحه كورونا نشوفها قلت وتغيرت، فرقت معك؟ فرقت. اي فرقت، يعني ما في احد يعني عنده منشأة، عنده مؤسسه الا مر بظروف جدا صعبة. وأنت كمشهور كنت معتمد على دخل في الشهر، والدخل هذا كان له رقم معين، فجأة يقل، أكيد أنك راح تعيد حساباتك. إيه، فأنت نفسك كمشهور لازم تتعاون مع الشركات اللي أنت كنت تشتغل معها. قللت أسعارك؟ لازم تقلل من أسعارك لين الشركة تكون نفسها فيك. وترجع ممكن خسائرها، بعدين ترجع تعطيك سعرك. اصلا الشركه نفسها بتقول ارجع لسعرك الاول، لاني انا الحمد لله وصلت للرقم اللي انا عارف. ممتاز. فهذه ممتاز. طيب فيصل، انت تشوف نفسك انك صانع محتوى ولا ما تشوف نفسك هذا الشيء؟ لا، صناعه المحتوى الفيصل اليامي، انا ما اشوف نفسي فيني عندي صناعه محتوى. انا انسان اعيش يومي. ممتاز. في ناس كثير الحمد لله يعني في حاجات ما مو كل الناس يطلعون عليها، زي سنابي. أنا جالس أشوف ردود أفعال الناس، أنا جالس أشوف أرقامي، جالس أشوف أرقامي اليومية الأسبوعية الشهرية في السناب. ممتاز. الحمد لله. يعني هذه أنا فيصل يعرض يومياته. فيصل ما جاك قال أنا صانع محتوى تعال تفرج. ممتاز. عندي شيء؟ لا، أنا بالعكس، أنا إنسان أصور يومياتي، حبيتني تفرج، ما حبيتني حذفني. لا تعب نفسك. ممتاز. لا تضيق صدرك، حياة حلوة بسيطة مرة. ممتاز. فيصل كان عندك هدف سابق وأنا أتذكره يعني. الله تسلم. كان عندك هدف التمثيل، فجأة اختفى فيصل، ما نشوفه في مسلسلات، ما نشوفه في أماكن، يعني تستغرب. وأنك وصلت لمرحلة يعني كبير عدد مشاهداتك، ما ليش ما ينادونك؟ طيب أنا الحمد لله مثلت، تحقق حلمي ومثلت، وكنت أطمح أني أمثل أكثر. جاني مسلسل، وكان المسلسل هذا معروض هنا في السعودية، وكان تصويره في السعودية، وكان ناجح 100%. ممتاز. تم استدعائي من المسلسل، وأنا عرضت على المخرج ووافق عليه المخرج. فيه واحد يجي اسمه مدير إنتاج. ممتاز. لما رحت ذاك اليوم المكان التصوير، مو مكان التصوير، مكان متجمعين فيه اللي بيمثلون، وكنت جاي أني أنا بسجلون اسمي وأمور تصير زينة. تم الاتفاق يعني. مدير الإنتاج، أنا ما راح أذكر أي اسم، ولا راح أذكر اسم المسلسل، ولا راح أذكر شيء. هو اللي هد فيصل، ترى هو كسر ظهري. يعني أتكلم جد، هذا كلام صدق صار لي. هو كسر ظهري. تقول اسمه ولا؟ مستحيل أقول اسمه، أقسم بالله بالكلمة هذه قالها لي. ما تنفع. ما حنا في حاجتك وما تنفع والله. شخصيتك ما تنفع للدور اللي أنا أبغاك له، اللي أنا أبغاك له. أنت مدير إنتاج. المخرج وافق على فيصل اليامي.
انت تقول لي لا، هو كسر ظهري صدق. ليش؟ عشان يدخل شخص مكان فيصل يمثل في الدور هذا. او انه طيب تشوف انه ممكن مشاهير التواصل الاجتماعي ما نجحوا في التمثيل، ممكن ما لها دخل اني انا ما نجحت ولا شيء، ولكن المخرج، انا ما اتكلم عنك، المخرج اتكلم عن التجارب السابقه، انا اتكلم عن التجارب السابقه. انا فاهم، بس ما نشوفهم كثير نجحوا في التمثيل. ممكن هو مو اتجاه تمثيل، ممكن هو ما يحب الشغله دي، لكن انا انسان احب التمثيل، اتكلم جدا احب التمثيل واحب الشغله دي. هو لما المخرج شاف فيصل وشاف مقاطع الفيصل وشاف حاجات الفيصل، وافق على فيصل، قال هذه الشخصيه انا ابغاها. تجي انت كمدير انتاج عشان تدخل واحد مكاني تقول كذا، لا هذا مره زعلني ترى، صدق انا مره زعلني. لا ان شاء الله تجيكم، لكن ان شاء الله عادي، خير هي ترى. طيب انت كمشهور في مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، طيب تخاف انه يطلع برنامج ثاني جديد ويغطي على ظهوركم في سناب شات؟ والله شوف، ان طلع شيء جديد راح نروح معه، راح نمشي مع الموجه، لان في ناس كثير يحبونك، واذا كنت تقدر الناس اللي يحبونك لازم تطلع معهم، لازم تروح معهم، تروح معهم على الموجه. يعني ما تخاف؟ لا بالعكس، الحمد لله. طيب فيصل اليامي، وين عن المشاريع التجاريه؟ ما نشوفك في اي، ما نشوف لك مشاريع تجاريه. الحمد لله فيه، بس والله صرت ما عاد اقولها، لاني اول كل ما تكلمت عن شيء يفشل، فخلني ساكت. يعني عندك مشاريع الان تجاريه قائمه؟ الحمد لله. او انه قريبه؟ في مشروع قائم، وفي مشروعين تحت الانشاء. ممتاز، الله يوفقك. امين. طيب نتكلم عن الموضوع المهم، نشوفك في الفتره الاخيره تصور بيتك الجديد، الله يبارك لك فيه. امين. يعطي دلالات انه زواجك قرب. اللهم وانا الله. اسمع الكلام من حولك وحواليك انه فيصل يامي فعلا انه قريب ان شاء الله راح يتزوج. قريب والله، يعني شوف، هو انا ابغى تعلن ما في تعلن. هي شوف، المره الاولى والثانيه والثالثه والمليون اقولها، هي تكه بسيطه، لو صارت حتزوج لو بكره. يعني اوكي، يعني ممكن خلال الشهور القادمه نشوف فيصل يامي. اقول لك لو صارت التكه هذه البسيطه، حلو، قسما بالله لتزوج بكره. قسم من بلال تزوج. طيب خطفت؟ نقول ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. يعني هذا خبر وش فيني مستحي؟ كني انا اللي مخطوب. كسبنا خبر، ان شاء الله الله يوفقك ويبارك لك. ان شاء الله يا حبيبنا. ان شاء الله. طبعا طيب فيصل، المقربين منك يعني يعرفون عندك ثلاث شخصيات مختلفة جدا. فيصل الشخصية الحقيقية اللي في الحياة، وفيصل يامي في سناب شات، وفيصل يامي في تويتر. حلو. فيصل يامي في تويتر في الحقيقة متعصب جدا لنادي الاتحاد، يعني يعمي الاتحاد، سواء خسر تلقى يومه كله أسود، إذا فرح يومه كله يكون سعيد، حتى سعيد على أخويا. سناب شات ما توضح هذه الفرحة، ولا توضح الخسارة، ولا تتكلم في الاتحاد. تخاف أنك تخسر جمهورك في سناب شات؟ لا، أنا أتكلم دائما عن الاتحاد، يمكن أنت ما تلاحظ سناباتي. أنا إذا خسر، لا ألاحظ، أنا أقسم بالله نواف، إذا فاز الاتحاد اللي معي يصيرون سعيدين لا شعوريا. نواف خلني، انت عاشق هلالي ومعروف، ما يحتاج. نواف، انا في يوم من الايام كنت انام انا وانت في بيت واحد. صحيح يا نواف، اذا خسر الهلال ما تتكلم معه، ما ترد على جوالك. انا الاتحاد ينومني بدري. بس ما اشوفك السناب كذا، يعني قدام جمهورك. خلاص، ليش اني انا اطلع للناس انكد عليهم؟ السناب هذا تكون فيه سعيد. لان تخاف انك تخسر جمهورك في سناب. ما لها دخل اني اخسر جمهوري، بالعكس، عندي اللي يحب الهلال، عندي اللي يحب النصر، عندي اللي يحب ابها، يحب ضمك، يحب، عندي الكل. انا لما افرح بفوزي افرح في القدر المعقول، ما ازود فرحتي ولا اني انا اضيق صدر اللي يشوفني. انا اعترف اني كنت قبل مره مجنون، اذا فرحت انهبل واسوي واضيق صدر. خفت تعصبك مع خفف يا حبيبي، ليش الناس كلها لازم تهدي؟ في ناس ينهبلون. انا والله العظيم اتكلم جد، لو اني ما اهدي حيجيني مرض نفسي من الاتحاد. الاتحاد جاب لي النفسيه، اتكلم جد. لا ان شاء الله، اخر سنتين ثلاثه تعبني والله. ان شاء الله. يعني زي اخر مباراه الاتفاق، ليه برونو وحمدان اهدوهم من فوق، قالوا يلا تعالوا فوز، تعوضونا ان شاء الله. طيب كيف تشوف وضع الاتحاد فترة حالية؟ مو كويس. لو يحطون أسماء كل مرة يجيبون أسماء، أنا ما. طيب الآن جينا في الموضوع المهم اللي هي رحلتك للكروز. أغلب الناس يقولون كانت رحلتك للكروز كانت دعوة وإعلان وليست مدفوعة. طيب، على أنك أنت طلعت في السناب وطلعت الفاتورة أنك دفعت مبلغ وقدره، بس الناس ما صدقوا. طيب أبغاك تشرح لي السالفة هذه. أشرح لك السالفة من طقطق. السلام عليكم. ممتاز. الرحلة اللي طلعنا عليها تراها كانت مؤجلة من الرحلة قبلها. ممتاز. الرحلة الأولى يوم قالوا إن في اشتباه حالة كورونا، الرحلة اللي بعدها أجلوها.
الرحله اللي الرحله هذه احمد جاني قال لي فيصل اطلع كروز، قلت انا ماني طالع هذا الكلام. فلما قال لي ما انت طالع كان فيه ثلاث اماكن، طلع محمد سلطان وطلع بابطين واحمد، هم الثلاثه. انا قلت ماني طالع وخلاص، وبعدين طولت انه ممكن قعدت 10 ايام والله اني ناسي كم يوم. بعدين شفت اعلان والله العظيم في الانستغرام، قسما بالله العظيم اني شفت اعلان في الانستغرام حجز الكروز، كانت الرحله بتروح لنيوم وانا متحمس اني اشوف نيوم. ممتاز. وكان في الرحله عمرو دياب يغني الفنان، قلت ادخل احجز. قلت قبل احجز ليش انا احجز كذا، خلني اشوف احمد والعيال بيروحون معي ولا لا. استغفر الله، كنت بحجز رحله ماجد المهندس، كنت ابغى اروح اشوف ماجد المهندس. فكلمت احمد قلت احمد في رحله ماجد المهندس تاريخ 17 تجي؟ قال ليش تروح 17 احنا بنروح 13. قلت ما ادري، ما لقيتها في الاعلان. قال خلني اكلم لك المكتب. كلمنا مكتب الفلاني. ممتاز. لما كلمت المكتب الفلاني قال لي فيه مكان واحد واستعجل فيه، سعر الغرفة بلكونة 21,000 ريال وستين فاتورة وشيء. بس إنه فيصل صادفت إنه يعني جميع المشاهير التواصل الاجتماعي كانوا معك. خليني أكمل. ممتاز. طبعًا أنا رايح، اللي أعرف إني أنا رايح وبلقاهم في كروز، وأدري بدران، أحمد البارقي، محمد سلطان. محمد سلطان وبابطين الأربعة وأنا خامسهم. قسماً بالله وقسماً بمحل القسم أني دخلت مشهور 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 بلا موعد ولا ميعاد، كلهم ولا واحد يدري. وهذا اللي شفناه لأن لما شفنا الرحلة الأولى حجزنا على الثانية. لما شفنا حجزنا في مشاهير طلعوا في يعني تكلموا أنه قالوا إعلان، جايين بإعلان. من المشهور اللي طلع؟ أنا شايفها، ماني راح أتذكر. جميل جميل، ما عندي مشكلة. أحد المشاهير المعروفين تكلم أنه قال أنا أتكلم عن نفسي، وفيصل قاعد في المكان هذا يمثل نفسه. ممتاز. أقسم بالله أني طالع بفلوسي ولا جاتني أي دعوة. ولما طلعت هناك كانت الرحلة جميلة، المكان جميل، بحر يفتح النفس، جزر تفتح النفس، أقسم بالله شيء مرة حلو. لنا زيارة إن شاء الله لهذا قريب. والله لا تفوتكم، والله حلو إن شاء الله. طيب إيش رأيك ننتقل لفقرة هاشتاقوك؟ خذ راحتك. ننتقل لفقرة هاشتاقوك. فيصل، بعد رحلتك الكروز طلع لك هاشتاق وترند مشهور يضايق مضيفة الكروز، نستعرض لك بعض التغريدات ناخذ رأيك. طيب، أحد المغردين يقول مفروض صرح عملاق مثل كروز لا تحمل إلا أشخاص مستفاد ويستفاد منهم ومن يقدمون السياحة في المملكة بشكل لائق ولبق، أما مشاهير الفلس فلن تجدهم إلا في التفاهات. هذه أول تغريدة. ممكن هذه التغريدة يعني ترجع لتفكيره، ترجع له شخصيا هو، لأنك أنت كمشهور. أنا طالع ماني طالع مشهور، أنا طالع أنبسط. أنا فيصل طالع ينبسط ويمثل نفسه، مالك دخل في سنابي في الوقت هذا. أنا داخل أنبسط والناس كلها تحب أنها تتفرج. لو بصور الناس تحب تتفرج، تبغى تشوف. فأنا طالع إيش اللي تبغى تستفيد منه؟ واحد على بحر إيش تبغى تستفيد؟ أطلع أنزل أفتح كتاب أبدأ أقرأ لك. عمرو دياب قدامي جالس يغني، تبغاني إيش؟ تبغاني أحط رجل على رجل؟ أتكلم جدي، خلنا نتكلم بواقع. يعني واحد يحط المعلومة هذه يدخلها في راسه، مو بأنك تناظر الناس أو في الموجة قالوا كذا يلا نمشي مع العالم في الموجة، لا ما هي كذا. طيب ناخذ التغريدة اللي بعدها، يقول تخيل أدفع فلوس بالنهاية أشوف فيصل يام يرقص مع اللي معه لا بعد ما يدفع شيء. هو يتكلمون عن المقطع اللي لما كان في عمرو دياب يغني وحنا مبسوطين ونغني. بالعكس يا أخي، هذا فنان طالع قدامي على مسرح. ممتاز. أنا بقعد زي كذا أبنبسط يا أخي. أنا دافع فلوس عشان أنبسط. هو قايل في نهاية التغريدة إنه لا وبلاش، لا ما تقول شيء من راسك. تحد يا أخي، لا تجحد إن أنا دافع فلوس عشان أنا أنبسط. هو بعض الناس، شوف في ناس في الهاشتاج كانوا مؤيدين وفي ناس كانوا معارضين. بأكمل لك عشان خذ راحتك. واحد مغردين يقول مشاهير وصلوا شهرتهم بتوفيق من الله تعالى أولا وبجهدهم واجتهادهم وقبول الناس لهم، وإلا ما تهافتوا عليهم المعلنين، ولكن حتى تشتهر اشتمهم في تويتر أو في سناب. صدق اللي ما يطول العنب حامض عنا، يقول مغرد في هاشتاقك. يعني هذا الشخص هذا ممكن من أحد المؤيدين يعني. وبالعكس أنا قايل لك في الهاشتاق في مؤيد وفي غير مؤيد. ممتاز. فكلهم على راسي، شتمتني ما شتمتني كلكم على راسي. في النهاية انتقدني انتقاد محب. تشوف لك يعني المشاهير التويتر تشوف انه مشاهدين حملة على مشاهير السناب شات؟
ما اشوف انا عن نفسي لا. عن نفسك؟ عن نفسي ما اشوف. طيب اوكي. بالعكس كلهم انا 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 قلتها اني تعرفت وشفت وفي ناس ما عرفتهم مره كويسين في التويتر مشاهير. طيب صدق. اوكي فيصل نبغى نبغى الحقيقه صدق. هل فعلا تم ابعاد احد المشاهير في رحلتكم للكروز وتنبيهكم بعدم التصوير؟ قسما بالله ما عندي علم ولا 1% بابعاد او بدون ابعاد. جاكم تنبيه التصوير؟ التصوير في مناطق معينه ممنوع التصوير. لا يعني. بعد ما طلع طلع بيان انه طيب. تم تنبيهكم او لا. بعدم التصوير ايش عدم او قل التصوير؟ لا ما جانا اي تنبيه من هذا الكلام. ممنوع التصوير في مناطق معينه بس انك يا فلان لا تصور. لا ما جانا ذا الكلام. في مناطق معينه اذا نزلت على في الجزيره لا تصور اذا بس هذه هذه قوانين هذه قوانين بس انه بعد ما طلع الهاشتاج وال لا 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 ما طيب. في ما في ما فيصل وش رسالتك الحمله اللي شنت عليك الاخيره؟ رسالتي انك انت لا تمشي مع الموجه وانت ترى في ناس كثير ظلموني وترى قلتها بالفم المليان حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص ظلمني. انا ما اخلي الشيء ذا يعدي زين لانه فيها تشويه سمعه. حطوني متحرش في مضيفه في كروز قسما بالله. المضيفه هذه مديرة غرفة فيصل اليامي مديرة الغرفة هي مسؤولة عن السيب حقنا. السيب هذا فيه ما أدري كم غرفة على كل غرفة. هذه هي مديرة الغرف كاملة. تطلع تلقاها في وجهك أنا أحتاج كذا هي تساعدك. فمن كثر ما أن حنا أن هي جالسة تخدمنا وحنا صرنا خلاص أن نعرفها في المكان هذا أنه في التصوير يا أخي التصوير موجود. هذه مديرة غرفتي وين التحرش؟ مديرة غرفتي التفت خلاص طلعت وين التحرش في الموضوع ولا بس يبغون بلبلة يبغون زيادة شهرة ولا إيش بالضبط؟ يعني أنت تقصد اللي يتحدث يتكلم إنه يبغون شهرة يبغون شهرة ويبغون إنه إيش بلبلة يبغون طيب ضجيج يسوون. طيب فيصل تويتر يخوفك؟ بالعكس لا أحبه. طيب إيش رأيك ننتقل إيش قالوا فيك؟ يلا خلنا نروح. تابع مشاهير التواصل الاجتماعي؟ إيه نعم الأقلية يعني مو كلهم. طيب أوكي تابع فيصل يامي؟ إيه نعم متابعة. طلع قبل فترة مقطع له في رحلة الكروز بمشهور يضايق مضيفة الكروز. وش رأيك في المقطع؟ وهل تشوف فيه شيء أو إنه لا؟ غير حضاري والله، غير حضاري مرة. استغرب ردة فعل الناس اللي صارت عليه. لا لا مرة مرة ما استغرب، لا بالعكس ردة فعلهم طبيعية. والله شوف المقطع عادي ولا فيه أي مضايقة ولا أي شيء، بس الناس تعرف يكبرون الشيء. والمقطع عادي ولا فيه أي مضايقة ولا أي شيء في المقطع. غير لائق. يعكس صورة غير سلبية، يعني سلبية وغير إيجابية عن عاداتنا وتقاليدنا خصوصا مع الأجانب. مفروض المقاطع زي كذا أصلا لا يتم تداولها بين الناس. إيش رأيك ردة الفعل اللي صارت؟ أشوفها ما ضايقها وشيء عادي. مقطع عادي ولا في أي شيء. عادي جدا. أشوف ردة فعل عادية، يعني ما هو هكل مسببين الزحمة عشان إنه قاعد يتونس يضحك معاها بس عادي الوضع. ما تشوف المقطع انه عاد؟ اي عادي اشوف انه عادي مره لانه رايح ينبسط وقاعد يعني ما ضايقه ولا شيء قاعد يطقطق بس. بتستغرب رده فعل الناس اللي صارت؟ بس يبون شيء يطلع بالسوشيال ميديا وكذا وبس. الناس كبرون اي شيء، اي شيء يشوفونه صغير بيسوون منه مشكله يخلونه كبير وعشان يصير هاشتاج. الناس يحبون يضخمون الاشياء البسيطه يعني ولا في شيء يعني، مقطع عادي والامور كلها بسيطه ان شاء الله. استغرب من رده فعلهم، المقطع ما في اي شيء. الله يعطيك العافيه. فيصل نبي ردك على اراء الناس وش قالوا فيك. بالعكس اي شخص يعني طلع رايه على عيني وراسي سواء كان معي او ضدي بالعكس يعني على عيني وراسي. ولكن في الاول والاخير فيصل وضح للناس وبين لهم انه اقسم بالله العظيم ان المقطع جدا عادي ولا سويت اي شيء ولا يا اخي قدامكم يا اخي تكفون يعني لو فيها تحرش بنزل المقطع قدام الناس يا اخي لو فيها انا اتكلم لو فيها يا ناس وين التحرش في الموضوع؟ انا اتكلم اني هذه مديره غرفتي التفت اعطيتها ظهري طلعت وين السالفه؟ واضح المقطع بس طلع. بس هو السالفه ايش؟ يبغون بلبله هذه من الاخير ولا الموضوع ما في اي شيء واصدق. طيب فيصل كلمتك الاخيره لجمهورك البرنامج هذه مساحه. اقول الله يسعدهم ويوفقهم ويحقق لهم جميع امنياتهم وانت والله يوفقكم ان شاء الله في برنامجكم اللهم. ومن اعلى الى اعلى ان شاء الله وواصلوا اهم شيء لا توقفون باذن الله. شرفتنا وسعدتنا حبيبي. والله الله يعزكم ان شاء الله لطيف يا حبيبي فيصل.
كذا وصلنا معاكم نهاية الحلقة، انتظرونا في الحلقة القادمة ومع ضيف آخر.